جمهورية الحلم والأمل والعلم والعمل، جمهورية مسالمة وليست مستسلمة، هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة. وبتلك الكلمات كلل تهنئته بعيد الميلاد المجيد من قلب كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال التهنئة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الوطن يستطيع أن يعبر أي تحديات وصعاب طالما بات أبناؤه على قلب رجل واحد. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا، وسنة طيبة علينا كلنا، خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم يعني، لكن عايز أقول لكم إن إحنا، أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين، وبقول إن إحنا في مصر يعني بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض كلنا. الطريق ده زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن، طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه، اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي. إحنا واحد وهنفضل واحد، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي. بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعهدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله معاكم. الجمهورية الجديدة دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل. احنا بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا ان اللي حامل البلد دي ربنا سبحانه وتعالى، واحنا والله بنحبه. كل عام وانتم بخير، ومصر بخير، والدنيا كلها بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التهنئة لمصر والإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد ميلاد المجيد. وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة انتصار السيسي أن تلك الاحتفالات تعكس دلالات عبقرية الشعب المصري في الإخاء والمحبة والتعايش الإنساني بين أبناء الرسالات السماوية، داعية الله في هذه المناسبة الكريمة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. في محافظات الجمهورية أطلقت الكنائس أجراسها احتفالا بعيد الميلاد المجيد وإقامة قداسه. احتفالات اجتمع فيها نسيج الوطن الواحد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، مع تأمين جميع الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية من وإلى الكنائس. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مشهد واحد تراه في مصر، وهو الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد. احتفالات عمت كل المحافظات والمدن، وجمعت كل أطياف الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه الذين لن تستطيع أن تميزهم أو تفرقهم عن بعضهم البعض. ففي كنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفر الشيخ أدى المصلون صلاة عيد الميلاد مع تطبيق للإجراءات الاحترازية، كما
أديت الصلاة في 14 كنيسة منتشرة بمدن المحافظة. كل سنة والشعب المصري كله بخير، بنسيجين مسلمين ومسيحيين، كل سنة وكل الشعب بخير يا رب، ونبتدي سنة حلوة جديدة كلها محبة وكلها سلام. كل سنة طيبين ومصر كلها بخير وسعادة وسلام يا رب وأمان. كل سنة وكل بلدنا الحلوة بخير، سنة جديدة سعيدة على كل شعبنا المصري الحلو وعلى كل الدنيا كلها. وفي كنيسة العذراء ببورسعيد أقيمت الصلاة وانتشرت البهجة بين جموع المصلين الذين عبروا عن سعادتهم بما تشهدهم مصر من طفرة كبيرة. لا يسعنا إلا أن نرتل مع الملائكة، ودي كانت رسالة السماء نفسها، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر. ربنا يحمينا من كل شر ومن كل شبه شر، وبركة ستنا العذراء مريم تكون معنا جميعا، وكل سنة وحدكم طيبين. في مطروح كان الوضع مشابها لباقي المحافظات التي غمرتها الاحتفالات والسعادة. هذه المناسبة بقول لكل إخواننا الأقباط كل سنة طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها بالأمن والاستقرار والرخاء والمحبة والسلام والرحمة، وكل سنة طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفلنا من شوية قليلين كده بقداس عيد الميلاد المجيد لسنة 2022. كل سنة والعالم كله بخير ومصر بسلام. وشهد العيد السنة دي إقبال من الرعاية في مرسى مطروح، واتشرفنا بتهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومن عواقل مطروح اللي شاركونا الاحتفال بالعيد. أما في الفيوم وتحديدا بكنيسة ماري جرجس فلم يختلف الوضع كثيرا، حيث كانت الاحتفالات والفرحة هي المسيطرة على المشهد، ولم تقتصر الاحتفالات على هذه النماذج فقط، بل عمت الاحتفالات والفرحة كافة المدن والمحافظات والكنائس المصرية التي تزينت بالورود لاستقبال أبناء الوطن وسط إجراءات احترازية وتأمينية على أعلى مستوى. إذن هي مشاهد طالما اعتادت عليها مصر منذ مئات السنين، وكانت وستظل أكبر دليل على وحدة الشعب العظيم وتلاحمه وترابطه. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف شريف عارف الكاتب الصحفي. بداية وبعد التحية، الرئيس السيسي قال خلال تقديمه التهاني في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة إن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا دون أي تفريق أو تمييز، كيف ترى ذلك؟ أولا اسمح لي أن أتقدم بالتهنئة لكل المصريين وليس للإخوة الأقباط، فعيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد لنا جميعا ولوطننا ولمحبتنا. وربما ما أكد عليه السيد الرئيس بالأمس في تهنئته وحديثه إلى المصريين، ودعيني أن أركز على ما ركز عليه السيد الرئيس، وأن الحديث للمصريين جميعا وليس لفئة معينة أو طائفة معينة. أولا اسمحي لي أن نتطرق أولا لكيفية الاحتفال الذي بدأ من الكاتدرائية الكبرى القديمة في العباسية إلى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأنا في رأيي أن هذه النقلة هي نقلة نوعية ونفسية للشعب المصري. نحن أمام حلم جديد يتمثل في الجمهورية الجديدة، وربما هذا ما أشار إليه السيد الرئيس بالأمس. وهذا الحلم يتطلب مننا العلم والعمل، وأن نعمل كلنا سويا في إطار واحد وتحت مصلحة واحدة ومظلة واحدة هي الدولة المصرية، الدولة التي قال عنها السيد الرئيس أنها الدولة المسالمة وليست المستسلمة. أيضا هناك رسائل كبيرة يعني قالها السيد الرئيس، رغم أن كلماته كانت موجزة ومن حيث الوقت كانت قليلة، إلا أنها كانت تحمل رسائل ومضامين كبيرة. ربما في رأيي هو تقديره الشخصي أولا وأخيرا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وقال أن مثل هؤلاء الرجال يوزنون في المواقف الصعبة. وأنا في رأيي أن صاحب القداسة هو امتداد طبيعي للكنيسة الوطنية المصرية التي لها مواقف كبيرة ومهمة وتاريخية عبر تاريخ مصر القديم والحديث، ولكن التاريخ الحديث على وجه التحديد منذ ثورة 19 وحتى يومنا هذا اللي قرابة قرن كامل
الكنيسة المصرية لها تأثير كبير في الواقع السياسي والواقع الحياتي. أيضا ربما نتوقف أمام قول السيد الرئيس أننا في بيت من بيوت الله، وأن الله يحمي هذا البلد، وأنه سبحانه وتعالى يسبب الأسباب. وأنا في رأيي أن كل جزئية من هذه المقولة لها معنى كبير، لأن فكرة الجماعة الفاشية التي كانت تضطهد أبناء الوطن اليوم لا فرق بين مصري وآخر أمام الدولة المصرية الجديدة، في الجمهورية الجديدة نحن أمام بيوت الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي هذا الوطن. ودعيني أتوقف أمام كلمة ربنا هو اللي بيسبب الأسباب. ربما ما حدث كل ذلك كان نتيجة لإرادة المولى عز وجل أن تظهر هذه الجمهورية، وأن يظهر هذا الرجل في الوقت المناسب ليقود الدولة والسفينة المصرية إلى بر الأمان. أشكرك شكرا جزيلا شريف عارف الكاتب الصحفي. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال لكل المصريين، مقدما التهنئة للمسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة. جاء ذلك خلال زيارته والقيادة التنفيذية إلى مطرنية الأخوة المسيحيين في ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث أعلن شوشة أن محافظة شمال سيناء ستكون كسابق عهدها مفتاحا لكل خير في مصر. بهني جميعا، أهنيكم وهني نفسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وبقول إن سيادة الرئيس امبارح وهو بيحتفل بعيد الميلاد وسط الإخوة الأقباط كان طبعا على مستوى يعني المشاهدات على مستوى العالم بالكامل كانت مناسبة سعيدة. نتطلع طبعا لعام جديد في التقدم، في السلام والتنمية والمحبة بين الناس بالروح الواحدة، ونبقى أسرة واحدة في شمال سيناء وفي كل محافظة، في الآخر تبقى جمهورية كلها أسرة واحدة تحت قيادة حكيمة. الوطن يقوم بجميع أبنائه مسلمين وإخوة أقباط، فكان ولا بد أن يكون هناك رابط يربط أبناء الوطن الواحد حتى ننهض بالوطن. ذلك الرابط وذلك الرباط هو رباط الأخوة الذي يجمع الشمل ويوحد الصف ويجعلنا جميعا حريصين على بناء ذلك الوطن. قدم محافظ المنيا أسامة القاضي التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بديرمواس ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بملاوي ومطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاس وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاس. وخلال التهنئة أعرب محافظ المنيا عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدا لصلاة الترابط والأخوة بين المصريين جميعا.
شارك سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد في قدس عيد الميلاد المجيد الذي أقامته كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا وكنيسة العذراء والأنبا إسناثيوس كبرى الكنائس القبطية الأرثوذكسية في منطقة تورونتو الكندية. وحرص السفير المصري على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى آباء الكنيسة وأعضاء الجالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يشهد العام الجديد المزيد من تعزيز الأواصر وروح المحبة والتأثير ألف بين كافة أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط، والمزيد من الاستقرار والرخاء لمصر. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا، خاصة المتحور الجديد أوميكرون، خلال فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. وأوضحت إدارة المنتدى أن التقنيات غير المسبوقة تضم روبوت متطورا يعمل على تعقيم القاعات وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزيع أدوات التعقيم على الحضور، فضلا عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات. هذا وأشارت الإدارة أيضا إلى وجود روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات وسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى في حالة ظهور حالات إصابة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز من هناك من شرم الشيخ، حيث إقامت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومنتدى شباب العالم. تحياتي لك كريم، وهل لك أن تضعنا في صورة الاستعدادات لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من شرم الشيخ من أرض السلام نستضيف النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم هنا، وهو تحت المحاور الثلاثة الأهم، وهو السلام والإبداع والتنمية. وأي أرض خير من شرم الشيخ لتكون هي أرض السلام في استضافة منتدى السلام. هنا من منتدى من شرم الشيخ أنا الآن في السوق القديم، وهو أحد الأماكن الهامة جدا والأماكن السياحية في شرم الشيخ. جئنا لنتعرف على ردود الأفعال حول استضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وتحدثنا مع العاملين هنا في السوق القديم، حيث تحدثوا عن أن هذا المنتدى ربما باستخدامه العديد من الوفود من الدول الأفريقية أو الدول الأجنبية المختلفة، هو نقطة هامة لزيادة إعادة النظر مرة أخرى وعودة السياحة مرة أخرى، خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا. هذه نقطة. النقطة الأخرى الخاصة بجائحة كورونا، بالطبع هناك ورش عمل ستكون قبل المنتدى الذي سيبدأ يوم 8 يناير حتى 13 يناير. هذه الورش العمل التي ستكون حول فعاليات يعني ما حدث بعد كورونا وكيفية التعامل مع التحول الرقمي والمستقبل في الديجيتال ميديا بشكل عام والفيديو كونفرنس والعمل من خلال التطور التكنولوجي الحديث بعد جائحة كورونا. هذه نقطة هامة. النقطة الأخرى أيضا وجود المتطوعين الخاصين بمنتدى شباب العالم منذ لحظة وصولنا لي مطار شرم الشيخ الدولي وأيضا مطار القاهرة. بالفعل كان هناك المتطوعين لتوجيه السادة المشاركين في منتدى شباب العالم وتسهيل الإجراءات عليهم وصولا لأماكن تسكينهم قبل بداية المنتدى. الشباب متواجدين لتوجيههم حول الإجراءات الخاصة الاحترازية بفيروس كورونا، الوقاية من فيروس كورونا. أيضا هناك ما يطلق عليه الاختبار السريع لفيروس كورونا للتأكد من خلوهم من أي أمراض متعلقة أو اشتباهات خاصة بفيروس كورونا. وأيضا الاستعدادات الخاصة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال المنتدى من تجهيزات لمركز المؤتمرات الدولي، وأيضا هذه اللافتات المتواجدة في جميع أنحاء المدينة استقبالا لمنتدى الشباب. سيكون هناك عدة مواضيع سيتم مناقشتها داخل هذا المنتدى، ربما من أهمها كما تحدثنا هي ثلاثة محاور: سلام وإبداع وتنمية. إذا تحدثنا عن التنمية ستكون هناك حياة كريمة، وهي نقطة أهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام، وسيكون هناك المثال المصري حياة كريمة
لمناقشتها، وأيضا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الشباب من 18 عام حتى 40 عاما سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، ليكون هناك هذا التفاعل المباشر بين القيادات السياسية والشباب، وأيضا بجانب التفاعل المباشر بين القيادات السياسية والشباب هناك أيضا الرموز الفنية التي ستكون متواجدة داخل المؤتمر، وهو أيضا دعاية كبيرة لمنتدى شباب العالم والذي أصبح منصة عالمية لاستقبال وأيضا لعرض آراء الشباب بشكل عام من مصر هنا من شرم الشيخ. ستبدأ بالفعل الورش التحضيرية غدا وثم بعد غد السبت والأحد، ثم الاثنين سيكون اليوم الأول لمنتدى شباب العالم باختلاف الندوات التي سيتم مناقشتها داخل المنتدى من كما ذكرنا العمل كيف عمل بعد جائحة كورونا، أيضا التنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية مصر 2030 وأيضا الاستراتيجية الأفريقية 2063 وأيضا الجزء الخاص جدا بريادة الأعمال وقوة ريادة الأعمال في الاقتصادات المحلية والعالمية، وأيضا نماذج المحاكاة مثل نماذج حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها من الفعاليات سنتابعها بالطبع على مدار الأيام. أشكرك شكرا جزيلا زميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي للتعليق على التحضيرات للمنتدى. بداية وبعد التحية، تواصل إدارة منتدى شباب العالم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتقنيات غير مسبوقة للوقاية من كورونا، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن لهذه الوسائل الجديدة أن تسهل من المشاركة الآمنة في فعاليات المنتدى؟ مساء الخير أولا، وألف مبروك على قرب انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، الحدث الأهم على مستوى العالم كله فيما يتعلق بالحوار الفعال بين الشباب. طبعا الدولة المصرية لها باع طويل في عقد اللقاءات والتجمعات والمؤتمرات والأحداث الكبرى بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتقنيات حديثة ومن خلال نظام الفقاعات ومن خلال أنظمة احترازية شديدة التركيز والدقة لضمان أمن وسلامة المشاركين في هذه الفعالية، فلا خوف ولا قلق إطلاقا من قدرة مصر المجربة سابقا في بطولات عالمية وفي تجمعات كبرى في هذا الموضوع. الأمر الثاني أننا بصدد حدث بالفعل كبير على مستوى العالم كله وليس على مستوى الدولة المصرية، لأن كما نعلم أن الأمم المتحدة اعتمدت الدورات الثلاث السابقة للمنتدى باعتباره واحدة من المنصات الكبرى الملهمة للشباب في العالم، وبالتالي فإن هذه الدورة الرابعة التي تنعقد في الفترة من 10-13 يناير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة منه هي أيضا محط أنظار الشباب في مختلف أنحاء العالم ومحط أنظار المنظمات الأممية الكبرى التي ترى في هذه الفعالية نوعا من تحفيز طاقات الشباب عبر العالم ومناقشة القضايا الكبرى من خلال مسارات موازية للمسارات الرسمية. نعم، يعني سيد كريم بالطبع يعني نسمع لأول مرة في انعقاد هذه النسخة الرابعة من المنتدى عن وجود روبوت يستخدم في تعقيم القاعات ضد بالطبع كورونا، وأيضا تقديم الأطعمة والمشروبات وقياس الحرارة. كيف تقرأ فكرة هذه التقنيات في استخدام الروبوت بالإضافة بالطبع إلى التقنيات المستخدمة في التواصل عبر الأونلاين وحضور الجلسات والمشاركة من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي؟ هناك إجراءان تقوم بهما الجهة المنظمة للمنتدى وعموما الدولة المصرية. أولا في الدورة السابقة 2019 كنا بصدد مناقشة قضية الذكاء الاصطناعي، ويعني قطعنا شوطا كبيرا في التعامل مع تطبيقات هذه التكنولوجيا، وكان حاضرا معنا في هذه الدورة الروبوت صوفيا.
الدولة المصرية كما تعلمين أطلقت عدد من الجامعات التكنولوجية ومجالات البحث في هذا النظام باعتباره ومستقبل الأعمال في الفترة المقبلة، ولديها رصيد من الخبرات في هذا المجال، وتأخذ بأحدث المستجدات في هذا المسار وتطبقه حرفيا في قطاعات، ومنها قطاع الطب وقطاعات أخرى. ولذلك ليس غريبا أن نرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ الأيام المقبلة. نعم. ليس غريبا، متوقعا طبعا، ومتوقع أن نشهد مزيد من هذه نعم. التطبيقات في الأحداث نعم. الكبرى مستقبلا، خاصة وأننا نعتمد هذه التطبيقات في عدد من مستشفياتنا وعدد من وصلت الصورة العلمية. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي كريم عبد السلام. سلطت وكالة أنباء الصين شينخوا الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي بتاريخها في العام الماضي، ونشرت الوكالة تحليلا مطولا استعرضت خلاله بالأرقام إحصائيات الملاحة في القناة خلال 2021، حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ نحو 6,300,000,000 دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1,270,000,000 طن. وأشارت الوكالة إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال عام 2021 عبور 20,694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18,830 سفينة خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 10%. موقع جغرافي فريد وخدمات ملاحية بتنافسية عالمية، مواصفات جعلت قناة السويس عن جدارة شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، وأحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية. واليوم تضيف قناة السويس ريادة فوق ريادتها، وتجني ثمار سنوات من العمل والجهد بحصد عشرات الإشادات الدولية، إشادات كان بطلها إحصاءات الملاحة بالقناة خلال عام 2021، حيث سجلت القناة أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بواقع 1.27 مليار طن. وأوضحت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة خلال العام المنصرم شهدت عبور 20,694 سفينة من الاتجاهين، بنسبة زيادة قدرها 10% عن عام 2020، وبذلك حققت عائدات قناة السويس زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، بواقع 720 مليون دولار. كما نجحت المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية. هذا ورصدت التقارير الملاحية خلال عام 2021 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، وهي الزيادة التي انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله في تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد بتخطيها حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخ القناة. مؤشرات إيجابية واستثنائية تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي في ظل تحديات جائحة كورونا، كما لعبت تلك السياسات دورا كبيرا في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق. يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023، والتي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي. هكذا كانت وستظل قناة السويس أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أماناً وبوابة العبور نحو المستقبل برؤية جديدة وفكر غير مسبوق يليق بأعتاب الجمهورية الجديدة.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية دكتور هشام، وكالة أنباء الصين شينخوا سلطت الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي بتاريخها في العام الماضي، كيف تشرح ذلك بالرغم من وجود جائحة كورونا؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو بالتأكيد ظروف كانت صعبة وتحديات كانت كبيرة للغاية لقناة السويس، مش بس لقناة السويس لكن كمان لحركة التجارة الدولية خلال العامين الماضيين بفعل جائحة كورونا. ويمكن أضيف إلى هذا الأمر هو ارتفاع أيضا تكاليف الشحن على المستوى الدولي، ده كمان شكل تحدي بالنسبة لحركة التجارة الدولية وأيضا شكل تحدي بالنسبة لعبور قناة السويس. يمكن كمان خلال العام الماضي جاءت أزمة سفينة إيفر جيفن اللي هي أغلقت القناة لمدة 6 أيام، والحقيقة يمكن العالم حينها أيقن أنه هذا الممرض الملاحي له أهمية كبرى على المستوى الدولي، وأتصور أنه هذه الأزمة أتت في مصلحة قناة السويس لأنه الحقيقة التعامل مع هذه الأزمة بأقصى قدر من البعد الفني والبعد الإداري السليم والتعامل فيما بعد مع الشركة المالكة يمكن أوصل برسالة للمجتمع الدولي أنه مش بس إدارة قناة السويس لها صفة دولية لكن كمان بتجيد التعامل مع الأزمات الطارئة. بالتأكيد كل ده صب جنبا إلى جنب مع السياسة المرنة اللي بتتبعها الهيئة في التعامل مع وكلاء الشحن على المستوى الدولي، يمكن الدخول في علاقات استراتيجية مع كبرى الشركات المالكة للسفن اللي بتنقل حركة التجارة الدولية. بالتأكيد كل ده انعكس على زيادة الإيرادات، على زيادة الحمولة، والأكثر أهمية على زيادة درجة الثقة والمصداقية في هذا الشريان الملاحي الهام الاستراتيجي على المستوى الدولي. دكتور هشام، قناة السويس تتمتع بموقع جغرافي فريد وخدمات ملاحية بتنافسية عالمية، برأيك ما هي أهمية مشروعات التطوير التي تجرى حاليا في هذا المجرى الملاحي المهم؟ هو بالتأكيد مش بس التوسعه القناة سواء كان فيما يتعلق بالاتساع أو العمق عشان تستقبل أكبر السفن والأحدث تكنولوجيا، لكن هو يمكن التعامل مع السفن الحديثة هو يمكن التحدي الأهم والأكبر، ويمكن التعامل مع هذه السفن الحديثة بمزيد من التكنولوجيا بالحقيقة بتجهيز القناة بأحدث السفن اللي قد تحتاجها القناة في قطر أي سفينة يحدث بها خلل خلال عبورها. بالتأكيد ده كمان من الأمور اللي بتضاف لمزايا العديدة اللي بتتمتع بها قناة السويس. لكن يمكن قناة السويس على مدار التاريخ هي الحقيقة لها موقع استراتيجي، لكن أتصور ما يميزها حاليا هو السياسة المرنة اللي بتتبعها، هو القدرة على تقديم خدمات بشكل أفضل لكل السفن اللي بتعبر، وأتصور أنه هو ده التحدي الأهم بالنسبة لقناة السويس بالمقارنة مع كافة المصادرات البديلة. إزاي نقدر نخدم على كل السفن العابرة وتيفر كان بقى حجمها أو حمولتها، هو ده التحدي اللي أتصور أن احنا حتى الآن ناجحين فيه بشكل كبير للغاية. بالتأكيد، ويمكن هذه السياسة المرنة انعكست على إيرادات قناة السويس المستمرة في الارتفاع والزيادة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على مجموعة من العتاد لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد. وأفادت الخلية الأمنية في بيان لها بأنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الأنبار وقوة من الجيش، تمكنت قوة أمنية مشتركة خلال عملية استباقية من العثور على عتاد من مخلفات عصابة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار يحتوي على 310 حاويات عتاد بها عدد من الصواريخ المقاومة للطائرات. أعلن الجيش اليمني اقتحام قواته لعدد من مواقع قوة الحوثي في الجبهة الجنوبية لمأرب، وأكد الجيش في بيان له أن قواته مستمرة في تقدمها، وقد حققت خلال اليومين الماضيين إنجازات مهمة، مشيرا إلى تكبيد قوات الحوثي خسائر فادحة فيما عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات. كان التحالف العربي قد أعلن تنفيذ 28 عملية استهداف لقوة الحوثي في مأرب و35 عملية في شبوة خلال 24 ساعة الماضية.
أكدت وزارة الداخلية السودانية أن التظاهرات التي شهدتها ولاية الخرطوم وعدد من الولايات خرجت عن نطاق السلمية وتضمنت حالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات. وفي بيان لها أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة 4 أفراد من القوات المسلحة و27 من الشرطة بالخرطوم، فضلا عن إصابة 3 ضباط و18 من أفراد الشرطة وإصابة ضابط و23 فردا من القوات المسلحة في محلية بحري، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في وفاة مواطنين. وصل مستشار رئيس الجمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توتا جلواك إلى السودان على رأس وفد من حكومة الجنوب في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وأكد جلواك أن الزيارة للاطلاع على تطورات الأوضاع السياسية في السودان وسبل الوصول لاتفاق إطاري مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، مشددا على أهمية استقرار وأمن السودان. وأضاف جلواك أنه سيقف خلال الزيارة على مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مطالبا شباب السودان بمراعاة الظروف الراهنة، خاصة أن رسالتهم وصلت لكل العالم. نحن جينا عشان نفقد الأوضاع الموجودة ونناقش مع قيادة الدولة آسف التوجيه رئيس سلفاكير. نحن طالحنا السودان منطقة استراتيجية مهمة لدول الإقليم وبخاصة بدول جنوب السودان، لأنه كل أحيانا المشترك مع بعض بهم السودان بهم جنوب السودان. ونحن بعد الأوضاع الأصل في السودان بعد قرارات والناس وصل لاتفاق إطاري بعد فاجأنا باستغلال رئيس الوزراء، ونحن جايين عشان نشوف الترتيبات الماشي في السودان. لحن السودان بلدنا، بهمنا استقرار السودان والأمن السودان. أكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ضرورة قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة. جاء ذلك خلال استقباله لاتصال هاتفي من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفي، وشهد الاتصال مناقشة مجمل تطورات الوضع الراهن في السودان عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه. هذا وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلادها لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي للتوصل لاتفاق وطني لا يقصي أحد. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي شارك بنحو 380 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا مع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية 2021. وأضافت فوندرلاين أن معظم هذه اللقاحات كان من خلال مرفق كوفاكس الدولية، مشيرة إلى أن برنامج فريق أوروبا تعهد بمشاركة 700 مليون جرعة بحلول منتصف عام 2022. نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور أوميكرون. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفي هيئة الرعاية الصحية في رعاية المرضى. يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجاوز الموجة الحالية من كوفيد 19 دون مزيد من القيود. فرضت السلطات الصحية في اليابان قيودا صحية جديدة على بعض المناطق للحد من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقررت اليابان فرض قيودها الجديدة بدءا من الأحد القادم وحتى نهاية الشهر في المناطق الثلاث الأكثر تضررا في الجنوب الغربي، وهي
أوكيناوا وياماغوتشي وهيروشيما. وتشمل الإجراءات الجديدة ساعات إغلاق مبكرة للمطاعم وفرض حظر على تقديم المشروبات الكحولية وقيودا على الأحداث الجماهيرية واسعة النطاق. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة ووفاة أكثر من 5,400,000 وفاة. يأتي ذلك مع عودة وتيرة تسجيل الإصابات في الارتفاع بعدد من دول العالم في ظل ظهور المتحورات الجديدة. من جديد عادت أزمة جائحة كورونا تضرب عددا من الدول حول العالم تزامنا مع موجة البرد التي تشهدها العديد من الدول، حيث واصلت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها تجاه الفيروس خاصة في ظل ظهور العديد من المتحورات الجديدة. ويعد المتحور أوميكرون هو الأكثر انتشارا في العالم في الوقت الراهن، حيث حذرت المنظمة الدولية من توصيفه بأنه متحور معتدل، مشيرة إلى أنه أودى بحياة العديد من الأشخاص في شتى أرجاء العالم. إجمالي عدد الإصابات في العالم ارتفع إلى أكثر من 300 مليون إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5,400,000 وفاة، وهو الأمر الذي دفع العديد من الدول ومن بينها أستراليا إلى فرض بعض القيود خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاما من المواطنين. وجاءت الهند من أعلى الدول تسجيلا للإصابات، حيث سجلت أكثر من 117,000 إصابة في يوم واحد في أعلى حصيلة لها منذ يونيو الماضي، فيما ينتشر المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بشكل يفوق انتشار المتحور دلتا في المدن، وهو الأمر الذي تعيشه أيضا المدن البرازيلية التي تعاني هي الأخرى من زيادات كبيرة في أعداد المصابين. تزايد الإصابات بفيروس كورونا يؤكد من جديد على أهمية تلقي الجرعات المعززة للقاح كورونا، فضلا عن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مواصلة عملية التعايش مع الفيروس. أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف استعادة بلاده النظام الدستوري بعد الاضطرابات التي اجتاحتها. كانت وزارة الداخلية الكازاخستانية قد أعلنت في بيان منفصل مقتل 26 مسلحا واعتقال أكثر من 3,000 آخرين، فضلا عن مقتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني منذ بداية الاحتجاجات هذا الأسبوع. أعرب وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان عن قلقهم إزاء ما قالوا إنها جهود صينية مستمرة لتقويض النظام القائم على القواعد. وعقد وزراء البلدين الحليفين اجتماعا افتراضيا لبحث تعزيز تحالفهما الأمني في وقت أدت فيه المخاوف حيال الصين وزيادة التوتر المتعلق بتايوان إلى زيادة التركيز على دور اليابان الأمني. وذكر بيان مشترك صدر بعد المحادثات أن الوزراء عازمون على العمل معا لردع الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة والرد عليها إذا تطلب الأمر. أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل 3 لاجئين إريتريين بينهم طفلان في غارة جوية استهدفت منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا. وأضافت المفوضية الأممية أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 4 لاجئين آخرين بجروح، مشيرا إلى أنها تساعدهم في تلقي العلاج الطبي، مجددة الدعوة لجميع أطراف النزاع لاحترام حقوق جميع المدنيين بمن فيهم اللاجئون.
أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة قافلة طبية علاجية شاملة بقرية جزيرة سعود التابعة لمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية. وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود على انتظام سير العمل بالقافلة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانا. نعمل دايما القوافل العلاجيه دي في المناطق النائيه خلاص وليس المحرومه، لان ما عادش في منطقه محرومه من الخدمه في جمهوريه مصر العربيه، لكن بنيسر على المواطنين ان يكون في نقص تخصص معين او كده بيبقى موجود فيه من خلال العيادات المتنقله. والله الكفيلة في جزيرة سعود تبع مركز الحسينية كفيلة ممتازة جدا وشايفة شغلها على وجه الأكمل، وبعدين يعني كل واحد بتخصصه وماشية تمام الحمد لله تمام. أكد منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد أنور اختيار مركز ومدينة القنطرة الشرق والتي تضم قرى الأبطال والسلام للمبادرة الرئاسية. وأوضح أنور أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يجرى تطوير نقطة إسعاف ومركز شباب في قرية الأبطال. المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية قرى شرق القناة مركز العنطرة شرق، احنا هنا بنشتغل على قرية التقدم، قرى أربع قرى أم رئيسية التقدم والأبطال والسلام وجلبانة ب 37 تابع و 12 قرية فرعية بنسب إنجاز في مجمعات الخدمات الحكومية بتتجاوز 80%، مجمعات الخدمات الزراعية تقريبا وصلنا لنسبة إنجاز 65%، بنشتغل على 6 نقط إسعاف إنشاء جديد، بنحاول نقدم أقصى استفادة لأهلنا في الأنطرة الشرق هنا من خلال 11 محور شغال عليه مبادرة حياة كريمة. وتشمل الأعمال في داخل المبادرة بالنسبة لمياه الشرب عندنا مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بإجمالي أطول 130 كيلو تم تنفيذها بنسبة 100%، وإنشاء عدد 3 خزانات أرضية، الثلاث خزانات أرضية دي ساعة الخزانات 500 متر مكعب وتم تنفيذها بنسبة 95%. احنا نشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي هي مبادرة كريمة برضو، يعني في جميع القرى دلوقتي كله بسم الله ما شاء الله شغال والحمد لله، يعني ربنا يبارك لنا فيه ويطولنا في عمره يا ربي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنا مع عيد الميلاد المجيد. وأوضح المركز الإعلامي أن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مشددا على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار. كما أشار المركز الإعلامي إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات ومنع أي تلاعب بالأسعار. أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوط اليوم فرقا طبية وفرقا للتطعيم ضد فيروس كورونا بكنائس محافظة أسيوط، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد. كما صاحبت هذه الفرق الطبية فرقا للتواصل المجتمعي لتوعية المواطنين بأهمية تناول اللقاح، وقد لاقت هذه الفرق إقبالا من المواطنين على التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس. احنا هنا موجودين في كنيسة الشهيد أبادير، معانا فريق للتثقيف الصحي اللي هو التواصل المجتمعي مع الناس لتوعيتهم بأهمية التطعيم والتوعية بالكورونا وفيروس كورونا، واحنا طبعا بناء على توجيهات وزارة الصحة وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، احنا موجودين معانا عدد كبير من الفرق التطعيم في أماكن مختلفة في الكنائس، في أماكن مختلفة على مستوى الإدارات الصحية، كل إدارة صحية
معاه فريق للتطعيم، فريق التسخيف الصحي موجود بيوعي الناس في الاعياد عيد الميلاد. تنفيذ التعليمات وزاره الصحه ومعالي الوكيل وزاره الصحه باسيوط الدكتور محمد زين بنشر وتجهيز فرق التطعيم ضد مرض الكورونا ونشر فرق التسقيف المجتمعي لحث المواطنين المترددين على كنائس أسيوط للتطعيم ضد مرض الكورونا، وكذلك تجهيز فرق في الميادين العامة والمساجد نظرا ان اليوم موافق الجمعة، فبالتالي بننتهز اي فرصة تجمع للمواطنين لنشر فرق التطعيم وفرق التسقيف المجتمعي. طبعا دلوقتي من اهم الاجراءات الاحترازية ضد كورونا التطعيم، هو اللي في ايدينا دلوقتي. فاحنا في محافظه اسيوط هنا مطلعين، في الاول كانت فرقه ثابته، دلوقتي اشتغلنا فرقه ثابته وفرقه متنقله، بيطلع فريق التطعيم ومعاه فريق التسقيف الصحي او فريق التواصل المجتمعي. ده بيبقى الغرض منه ان احنا نوعي الناس يا جماعه باهميه التطعيم للطعم، دي اهم حاجه دلوقتي موجوده، كل الناس دلوقتي بتنادي بالتطعيم. أعربت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر والدائم بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في ملف السياحة المستدامة وحماية البيئة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات بهذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماعها مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، حيث أكدت وزيرة البيئة أن المحافظة شريك فاعل في تنظيم المؤتمر، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد الأربعين بقرية سلكة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إعادة تجديده بالكامل. كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 18 مسجدا على مستوى الجمهورية، منها 3 مساجد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إحلالا وتجديدا، و14 مسجدا آخرين منها 11 مسجدا إحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وترميما، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو الماضي وحتى الآن 465 مسجدا. دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على هذه الدعوة الكريمة. طبعا اليوم دعوة لافتتاح أحد المساجد بعد رفع كفاءته مع بعض المساجد الجديدة في إطار افتتاح 18 مسجدا اليوم على مستوى الجمهورية، منها 3 مساجد في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادة الرئيس للاهتمام بالريف المصري في إطار بناء الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الحديثة بإذن الله تعالى. يمكن النهاردة عندنا أكثر من 18 مسجد، منهم آخر مسجدين ب 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع الكفاءة لبعض أو الكثير من المساجد. يمكن معالي الوزير كان يعني إدانا هدية مجموعة من الكتب الصغيرة، كنت بتكلم مع حضرته قبل التصوير إنه الكتاب حجمه أو قد تقريبا الموبايل، بحيث يبقى سهل أي مواطن يقدر ياخده معاه يقراه، في كل الحاجات البسيطة وبإيجاز تقدر توصل في ظل العصر الحديث وبناء الجمهورية الجديدة. في إطار احتفالات العام الجديد، قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي لدار الأوبرا المصرية لعام 2022. في ليلة امتلأت بالمحبة احتفالا بميلاد السيد المسيح على نغمات البيانو بأصوات تطرب جمهور الحضور، قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمسرح معهد الموسيقى العربية الذي يعد من أعرق المسارح في مصر، وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي لدار الأوبرا المصرية لعام 2022. احنا طبعا بنبقى سعداء جدا، انا دايما ببقى حريصة ان انا في كل سنة نقدم حفلات الكريسماس لإخواتنا الأقباط يعني مصريين. دايما بقالنا 22 سنة كده، بقالنا 22 سنة بنعمل حفلات، كان من أيام الأستاذ الراحل العظيم أستاذ حسن كامي الممثل
كان هو مدير الفرقة وكان دايما معتاد ان احنا دايما في كل سنة لازم نقدم حفل. برنامج احتفالي قدمت الفرقة خلاله مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التي تحتفي بهذه المناسبة، منها عيد الميلاد الأبيض، صلاة الرب وغيرها، بمصاحبة عازف البيانو غريغ مارتن. كل محب الأوبرا بيحب جدا الحفلات اللي من النوع دوت. يعني آخر حفلة عملناها اللي هي في اسكندرية كانت تقريبا أرش كومبلي، ما كانش فيه أماكن خالص، ولا في الصالة ولا في البلكون ولا في اللوج ولا في أي حتة. فهو ده من الجمهور بيحرص على حضور الحفلات دي. حفلات الكريسماس دي بالنسبة لنا بتعتبر من أحلى الحفلات في السيزن، ومن أكتر الحفلات اللي الناس بتحب تيجي تحضرها. يعني حفلات المسرح الكبير في الكريسماس كانوا في حفلتين في المسرح الكبير وحفلة في اسكندرية، التلاتة يعتبروا كانوا شبه كومبليت. الناس بتحب روح الكريسماس وان هما يلاقوا حاجة يحتفلوا بيها بالكريسماس، بس بيشوفوها بقى من نوع جديد شوية اللي هو أوبرا شوية. حفلات الكريسماس بتبقى بالنسبة لنا حدث مهم جدا، لأن يعني هي ليها طابع خاص، ويعني بيبقى فيها نوع من أنواع البهجة كده. يعني إحنا فعلا بنحب إن إحنا نشترك في الحفلات دي، لأن هي بتبقى يعني بنستناها كل سنة. يعني إحنا دايما بنحب إن إحنا نكون متواجدين في الأعياد المهمة، الكريسماس وأعياد الميلاد وأعياد المسيحيين. دي حاجة بتبسطنا إن إحنا نكون موجودين بشكل كويس ترفيهي للناس يقدروا يجونا في الأعياد وفي الأجازات بتاعتهم. إقبال جماهيري على الحفلات التي تقيمها فرق الأوبرا، والتي كونت قاعدة محبين منذ تأسيسها عام 1964. حفل فرقة أوبرا القاهرة الذي أقيم بمعهد الموسيقى العربية من بين عدد من الاحتفاليات التي تقيمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية تستمر حتى نهاية يناير الجاري، احتفاء واحتفالا بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد. سالي سالم، التلفزيون المصري. ختم نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأهم العناوين. خلال تهنئته للمصريين بمناسبة عيد الميلاد، الرئيس السيسي يؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع للتعايش المشترك. استمرار التحضيرات لانطلاق منتدى شباب العالم وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا. المتحور الجديد أوميكرون يواصل انتشاره وعودة قيود الإغلاق في عدد من دول العالم. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.